وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: أريد أن أعرف ما هو منهج السلف الصالح، لأني أسمع كثيرا من الناس يقولون هذا ليس من منهج السلف الصالح. نقول أخي المبارك، منهج السلف الصالح هو اتباع الكتاب والسنة وفق سلف الأمة، الخلفاء الراشدون والقرون الثلاثة المرضيون الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكل من كان على منهج الكتاب والسنة متبعا لأقوال الأئمة المتبوعين والصحابة المرضيين رضي الله عنهم وأرضاهم لا يقدم بين يدي الله ورسوله شيئا عليه الصلاة والسلام هو من السلف الصالح. وكل من هو من أتباع السلف الصالح، أعني وكل من لم يدعو إلى البدعة ولم يعمل بها فهو على منهج السلف الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، جاء في الصحيح وكذا عند أحمد والنسائي. ومنهج السلف الصالح في الأسماء والصفات هو الإيمان بها وإثباتها وعدم تأويلها ولا تحريفها ولا تشبيهها ولا تعطيلها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى فإننا نثبت الاستواء لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، لا نؤول ولا نحرف كما يقول الأشاعرة وأهل البدع أنه الاستواء بمعنى الاستيلاء، ولا نجسم ولا نكون والعياذ بالله كالجهمية في نفي الصفات ولا كالمعتزلة. هذا هو منهج السلف الصالح أيها المحب الفاضل. خلاصته: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل ففعل كما قال عبد الله المسعود. هذا هو المنهج القويم الذي عليه أهل السنة والجماعة، والذين يبشرون بالشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام فلا يزادون عنه ولا يبعدون ولا يقال لهم سحقا سحقا. جعل الله وإياكم من هؤلاء المتبعين لهذا الطريق والسالكين، وصل لهم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.